هي قبل ما نتكلم في ادواركم المتميزه جدا اللي مي لسه مبركلكم عليها. العربي ضايع. العربي بصي داخل. انا قاعد بترعش قدام ماما. بصراحه انا قاعد بترعش وعمال احقد على دور حماده وعلى اللي واخد الدلع ده كله بصراحه يعني. انما انا ان شاء الله هيبقى لينا تفاهم ان شاء الله لما يبقى عندك 60 سنه. يا سلام هتعملي لي رنه لما يبقى. طب عايز معلقه عسل على بيقولوا انه بيجلي الصدر بيقولوا هايل 60 سنه. طيب. ايه رايك في حته الاداء بتاع ماما كريمه لماما نونا وبالذات في المشاهد اللي شفناها النهارده الاداء اللي هو الشديد التلقائية ده شيء بيطلق عليه العبقرية في الأداء اللي هي السهل المتناول انه يبدو أمام الجميع انه ما بيمثلش عايزين نعرف رأي سامح الصريتي في تجربة حالة ماما نونة دي. أجمل شيء حصل أولا النهاردة رأفة بالجمهور العربي كله في كل مكان هو استضافة ماما نونة النهاردة عشان تشفوا قلوب الناس لانه ربنا يديها الصحه وطوله العمر. الناس حصل حاله توحد معاها شديد جدا جدا وحصل انهيار في البيوت كل ما نشاهد هذه الحلقه. فانا بقول طب الناس هتكمل ازاي؟ صح. فطبعا احسن شيء حصل هو استضافتها النهارده. اللي يهمنا النهارده ماما نونا انها حصلت على المركز الاول كافضل ممثله لهذا الموسم على المستوى الفضائي والارضي. مبروك. الله يبارك فيك. بيشقري عليه بالليل وهو نايم. حسن ساعات بيرفص الغطا برجله يقع واوعى تخليه ينزل من غير فطار. حسن ده كتير قوي بينسى نفسه. حاضر يا ماما. مع السلامه. مع السلامه يا حماده. على مهلك يا حبيبي وانت سايق. ها ماما نونا فطسانه من الضحك مش عارف بتحكي على ايه. المشهد اللي فات ده مش كده؟ هو الاستاذ سامح بيقول لك هو طالع الحجاز. احسبونا بقى. ماما قاعده ما تحبش الحال المايل. مش كده ما تحبيش؟ لا احنا عايزين نقعد احنا عايزين نطري القعده النهارده. احنا انت عارفه القعده طريت ازاي؟ انت عارفه القعده طريت ازاي؟ والله العظيم طريت بيك انت. طبعا. يا سلام. والله وعاجبني شياكتك النهارده متشيكه وحاجه اخر يا انت شهاده كبيره قوي. بس انا اقول لك على حاجه برضو هتعلقي عليها لما نروح البيت ان شاء الله. احنا واحنا صغيرين كنا بنتظبط تمام يعني كنا بناخد برضو شويه والله. ما هو ده اللي انا بقوله من الاول. اصلا حضرتك يعني قلتي يعني بتقولي مش قادر على القلم. لا ده انت ايدك ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. اخدت كم قلم؟ لا كم قلم هو انا هو حد قادر يحد. طيب خلاص هنتكلم في الموضوع ده بعدين في الليمون. بس اكيد ماما كريمه مش زي ماما نونا. برضو مش هنعفيكي من انك تعملي لنا رنه موبايل بصوتك وتغيري السيناريو بدل ما تبقى حماده. انت عارفه كويس قوي. لقيت ورقه محطوطه لي ممكن اقرا لكم منها شويه. اللي كاتبها اخ بيشتغل معانا هنا عم ابراهيم يوسف. ماما نونا سكر مكرر ام اصيله وحنان هيحير وقار وعفه تقول دي اميره في وسطها الكل عارفها بيقولوا لها ماما كريمه. حنان وفطره وخفه دم وحنان فاق احسن ام. وعلشان انت ست الكل بهديكي بوكي ورد وفل الاحسن ماما ماما نونا. يا سلام. يا سلام. ما حدش قدك النهارده. والله الحمد لله. انت النهارده بالمناسبه بعد كل الكلام الجميل اللي بيتقال ده يعني يمكن سؤال تقليدي بس انا فعلا نفسي اعرف انت حاسه بايه النهارده؟ انا حاسه ان انا طايره بجد. والله الموقف شويه يعني بتاع موقف الوفاه عززني شويه. لان ده هيمر علينا كلنا طبعا يعني. ان اجلا او عاجلا يعني ده ربنا يديكي طولة العمر يا ماما. يا ربنا. وعمري ما انا كنت اعرف انك انت بتعملي يعني حساب او بتخشي الموت ابدا. لا 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 انا ما بقولش ده. ده انا بقول ده علينا حق كلنا. بس يعني اللحظات دي على الاقل خالص توري الابناء سواء كبار او صغيرين. يعني حتى انا كنت في اثناء قرايه السيناريو معترضة على وجود الأطفال وأنهم يعصروا ويعيشوا اللحظة دي. لقيت أنها لا صح. لازم الكل يحس أن إحنا نبقى مع بعض كويسين. الإبن يعرف أن أوقات يتمنى رجوع أمه دي ساعة ساعتين مثلا أمه أو أبوه. يعني يخلي الناس تبقى إيه حاسة بقيمة الحاجة اللي في إيدها
لما بتروح بتبقى يعني. ودي جملة اتقالت على فكرة برضو يا ماما, ما اتقالت أما قال إحنا ما حسناش بقيمة ماما نونة إلا لما فقدناها. يعني اتقالت بعدها على طول, واتقالت بحالة صادقة جدا يعني. ومعنى جميل قوي اللي بتقوله أم كريم, إن في أشياء في إيدينا لازم نحافظ عليها ونقوم بواجبنا تجاهها, ما نستناش لما نندم بعد ما نفقدها. فادتنا درس عظيم والله, وخصوصا الأم والأب. يعني اللي بيبقى ما قداش دوره كما يجب في حياته معاهم على نفس المستوى المطلوب أو قصر في شيء أو كده, لما بيفقدهم بتبقى إحساس مرير يعني, كارثة.